شكلها ايه؟ كان اسمه ايه ده زمان؟ تشاينيز ليدز. 1 جرام نيجاتيف هي الاسكليروم. ما فيهاش عبقريه. جرام بوزيتيف الدفتيريا، جرام نيجاتيف الكليبسيليا راينوس كروماتس اللي هي جرام نيجاتيف بس البايت. خلصنا. الانسنس عادي مهمه بقى، دي كومنست جرانيولوما. دي انديميك في مصر. يعني انت في الجراحه اتسالت في بهرسيا ما عرفتش بالسلامه، خلاص ما تفكرش، مش هيسالك تاني. يعني لو ما عرفتش بالهرسيا خلاص. بتتكلم في ايه؟ فبرضه دلوقتي دي حاجه انديميك في مصر. الاسكليروما دي بتاعتنا. يعني في كل انا بحضر مؤتمر المناظير العالمي كل سنه. لو يعني لو تعرفوا ترجعوا تبصوا كده تلاقوا مثلا في مؤتمر فيينا تلاقوا مين قايل الموضوع بتاع الاسكليروما؟ نسيم طلعت. هم ما بيفهموش ليها. هم مش عبقريه، هم ما عندهمش اسكليروما. يعني هم ما عندهمش. فطبعا تلاقي المصريين والعرب هم اكتر ناس بيتكلموا في الموضوع ده. ف دي حاجه اندمت في مصر. فاحنا عندنا العدد اللي كده بقى اكتر في المنوفيه والشرقيه ومش عارف ايه المشكله، اكتر في الفيميلز. الباثولوجي قلنا عندنا 3 مراحل، عندنا مرحله النيودولار ستيج اللي مليانه خلايا خلايا خلايا، تمام؟ تتميز بايه بقى مرحله النيودولار ستيج دي؟ ان احنا عندنا في سيرو الفلتريشن لينفوسايتس وماكروفاج وبلازما سيلز والكلام ده. يهمني ايه بقى؟ يهمني ان في حاجه اسمها الميكوليج سيل. دي خليه ماكروفاج جواها الاورجانيزم. فلما اشوفها في الباثولوجي، لما تشوف الباثولوجي تشوفها كده، اه دي سكليروم، يبقى اسمها باثولوجي نوموري. فدي لازم تكتبها. الميكوليج سيل دي مهمه ليه بقى؟ لان دي الخليه اللي هي لما نلاقيها في الباثولوجي، وبتيجي كتير على فكره ام اس كيو، لو بتراجع الام اس كيو تلاقي بتيجي كتير قوي الميكوليك سيل دي دايجنوستيك ليه؟ الميكوليك سيل دي باثوجن مولك، مفيش حاجه في الدنيا بتعمل كده، لانك انت خلاص ماكروفاج جواها اورجانيزم. ممكن تلاقي حاجه اسمها راس البودي، دي عباره عن بلازما سيلز فيها لاين ديزوليشن، دي في اي جرانيولوم مش لازم سكليروم. فدي مش باثوجن مولك، يعني دي سبيسيفيك، اللي قلنا سبيسيفيك يعني موجوده في الكروما لكن مش باثوجن مولك. تمام؟ الاتروفيك زي الاتروفيك خلاص، خلي بالك احنا ليه بنشرح الاتروفيك جرانيتس الاول؟ لان يعني الاتروفيك سكليروما خلاص هي الاتروفيك جرانيتس، هي بالظبط كل حاجه. بعدين بيحصل فايبروز، الخلايا بتقل وبيحصل فايبروز. طيب العيان بقى بيشتكي من ايه؟ ادي مثلا عيانه عندها سكليروما، بيشتكي من ايه حسب المرحله مش كده؟ لو هو في نيودولار ستيج هيبقى مناخيره مليانه نيودولز كده، هيشتكي من اوبستراكشن وديشارج وبيستاكسس. معايا اوبستراكشن مع ديشارج، عشان النيودولز دي بيحصل فيها السريشن بتاع يحصل بيستاكسس. طب الساينز بقى ايه؟ خلي بالك في الاول بيبقى بايلاترال نيودولز. نيودولز تتميز بيها خلي بالك بقى انها صب ميوكوزال، انها ميكوكوتينيوس، يعني ميكوتينيوس يعني انت هنا في جلد، لما الجلد ده بيلف بيتحول لميكوزا، في جنكشن بينهم. فعند الميكوتينيوس جنكشن بتلاقي النيديولز دي بايلاترال صب ميكوزال ميكوتينيوس. في الاول تبقى ديسكريت، يعني ايه ديسكريت؟ يعني متفرقين كده وبين، بعد كده يتجمعوا مع بعض كواليستو جزر عشان يعملوا ماس كبيره زي دي. يعني احنا شفنا هنا اهو في الفيديو اهو ده، دي سكليروما اهي، بص عليها تاني هتلاقي فيها نيديولز. ادي نيديول اهي، وادي نيديول اهي، وادي نيديول اهي. دي نيديول ودي نيديول على التربنت جوه، مش هنلاقي ودي نيديول على السبتم اهي جوه، مش هتلاقي قوي دول. العيان ده خلي بالك برضو عشان تبقوا فاهمين، هو العيان دايما الطلبه بيفتكروا ايه؟ ان احنا عندنا نودر ريستيج دي، يعني العيان ده نودر ريستيج لحد يوم 3/12 نام صحي بقى اتروفيك، مش اسمها كده. يعني العيان ده اهو ده ترانزيشن، في نديول وفي اطف، ممكن النديول دي تكمل وتكبر وتبقى يفضل فتره طويله قوي نودر، وممكن يبتدي يتحول لاتروفيك. لما بتيجي تحول لاتروفيك هو مش يوم وليله، هو مش كده كده، لا هو في وقت بيحصل شويه تدريجيا شويه شويه نزول،
بتقل وبعدين بتبتدي يحصل اتروفي كراستيشن تزيد. فده العيان ده عنده الاثنين، عنده نديوز وعنده كراستيشن. ما طبعا هو في ترانزيشن، لكن انا حبيت اوريك النديوز. وممكن تبقى النديوز كبيره قوي وقافله المناخير خالص زي ايه؟ زي دي. تمام؟ يبقى عندنا بايلاترا ميليكوكوتينيوس سب يوكوزا نديوز ات ذا ستارت بتبقى بينك، بتبقى فليشي، بتبقى ديسكريت، بعد كده تبقى فيرم وجراي وتكو اليستو جذر تو فورم لارج ماسز. ايه الشكوى؟ اوبستراكشن للشارج تيستكس. طيب اتروفيك ستيج قلناها خلاص، هي الاتروفيك راينايتس. ايه الشكوى؟ للشارج اوبستراكشن هيبوزميا تيستكس. هتبص في المناخير تلاقي ايه؟ هتلاقي اتروفيك بونز، هتلاقي كراستيشنز، تمام؟ هتلاقي جليزد ميكوزا، اتروفيك ميكوزا، وممكن تلاقي شويه ايه؟ نديوز. ما احنا في الاتروفيك راينايتس بنقول ممكن نلاقي شويه نديوز لو كانت جايه منين؟ من السكلروما. ففي السكلروما احنا هنشوف، هنقول ممكن نلاقي شويه نديوز في الاتروفيك راينايتس في الاتروفيك ستيج. طيب لما يحصل فايبروزس خلاص كل دي اتقفلت بفايبروز، يبقى العين عنده اوبستراكشن بس، ما فيش حاجه خلاص بقت خلاص، دي بقت خيطه هنا بقت اسمنت. تيجي تبص عليه تلاقي خلاص فايبروزس، والايه دي اسمها الايله هارد ايله، بقت خلاص فايبروتيك، خلاص مناخيره اتقفلت. يبقى الموضوع سهل، انت بس تعرف ان النيدولار الالكتروفيك قلناها قبل كده والفايبروتيك ما فيهاش حاجه. ايه الانفستيجيشن؟ طبعا في الروما انك لازم تاخد ايه؟ بايوبسي. ممكن ما تبانش على فكره باللايت مايكروسكوب، تحتاج الكتروب مايكروسكوب، تمام؟ خصوصا طبعا مش هتبان غير لو في النودول ستيج، طبعا النودول ستيج سهله، لكن لو اتروفيك او فايبروتيك ممكن ما تبانش، خلاص ما فيش سيلز. ايه التريتمنت؟ بما انك عارف اسم الاورجانيزم لازم تعرف اسم ايه؟ الانتي بايوتيك. مش زي ما احنا في الميليكتايز كسرنا قلنا ايه سبب الميليكتايز كسرنا؟ سودوموناس بروتياس. يبقى لازم تعرف العلاج اسمه ايه؟ سيبروفلوكساسين. فلازم تعرف ايه الاورجانيزم اللي موجود في الروما. خلي بالكم بقى عشان دي في كلام غالبا مش مكتوب عندكم، عندكم الكلام القديم قوي. الكلام القديم ايه؟ ان احنا كنا بندي حاجه اسمها ستريبتومايسين. ستريبتومايسين ده امينو جلايكوزايدز بيتاخد جرام في اليوم، ده عيبه ان هو نيفروتوكسيك واوتوتوكسيك، يعني توكسيك على الكدني وتوكسيك على الودن. ما بديهوش، ما بديش ستريبتومايسين دلوقتي. ظهر بعديه الجيل اللي بعديه في العلاج حاجه اسمها الريفامبيسين او ريمابتان، اللي هو راسه حمراء فبينزل في البول يخلي البول احمر، وهو هيباتو توكسيك. فلازم لما تعمله، لما انت بتعمل تتابع الايه الليفر انزيمز. فيبقى اول حاجه الستريبتومايسين ده تقريبا ما بديهوش خلاص. اللي بعده الريفامبيسين لسه ممكن نستخدمه او ريمابتان. القرص 300 فبندي قرصين في اليوم على الريق، تفهم العين البول هيبقى احمر، وكل شويه تتابع وظائف الكبد، اللي طبعا بتاخده ده كرونيك، مش بتاخده 3 ايام، بتاخده مثلا 6 اسابيع ونشوف، فبناخده فتره طويله. الجيل اللي بعده اللي ظهر لقينا برده ان هو افكتيف في المضادات الحيويه على السكلروما، اللي هو السيبروفلوكساسين بتاع سودوموناس. فابتدينا ممكن بعد كده ندي حاجه اسمها سيبروفلوكساسين. مور ريسنت حاجه اسمها جيمي فلوكساسين. بس لو حاطك الجيمي فلوكساسين ده خليه لما حد يسالك يعني يكون بيفهم، يعني ما تطوعش وتقول ده حاجه ريسنت. ريسنت يعني من سنتين، المفروض يعني اي حد بيقرا يبقى عارف ان خلاص احنا دلوقتي الجيمي فلوكساسين دلوقتي تقريبا ما بحبش قوي، يعني الريماكتان مش بنستخدمه كتير، فبنستخدم السيبرو فلوكساسين. فالسيبرو فلوكساسين ده كل الناس عارفه ان هو خلاص ان هو بقى بيستخدم في السكليروما. مثلا من 15 سنه لا ما كناش بنقول غير الريماكتان. ففي السيبرو فلوكساسين ده عادي ممكن، يعني لو قلته مش اباحه ولا حاجه محدش هيزعل منك، لكن الجيمي فلوكساسين ده خليه بينك وبين نفسك كده، لو حد قال لك طب عايز يديك الفول مارك بقى، او يعني عايز يقول لك طب ايه تاني، فخلي الجيمي ده معاك انت. طيب ده بالنسبه للانتي بايوتيك. لو العيان ده في مرحله السكروما ده عنده اتروفيك راينايتس، هتعالجه كانه ايه؟ هتدي له ايه؟ الكالاني ريزولوشن، الجبرافي. طيب هتيجي تسال سؤال، احنا جراحين
هل السكليروما ليها عمليات؟ ليها في بعض الاحوال، يعني ممكن انك انت لو عيان عنده ماس كبيره زي كده تدخل تشيلها له عشان توسع له مناخيره اولا، نمره اثنين علشان تخلي الانتي بايوتيك ياثر، بدل ما الماس الانتي بايوتيك داخل عشان حته السكليروما قد كده يبقى داخل عشان حته السكليروما قد كده. فممكن نعمل وايدنج للنوز سواء سيرجيكال او بالليزر طبعا عشان تريديوس الانتي بايوتيك ماس، الاورجانيزم ماس، وتوايدن النوز. لو حصل اتروفي، لو حصل فايبروزس ممكن تدخل تفتح الفايبروس. لو حصل بعد كده كومبليكيشن اللي بقى حصل فايبروس وحصل النوز شغاله اتغير تعمل له بلاستيك سيرجري غالبا ما نحتاجش. اخر حاجه طبعا الديفرنشال دايجنوز بيدخل في الديفرنشال دايجنوز مع كل الحاجات اللي بتعمل بايلاتر ليزر اوبستراكشن وهنتكلم عليها في الاخر خالص. الكومبليكيشن السكليروما دي انفكشن فممكن تروح لاي حته، يعني ممكن تروح لاي حته. انا هقعد لكم شويه صور كده. حالات سكليروما فيري اكستنسيف، يعني ده سكليروما. دي بقى طالعه على الدورسام اوبجانوز وداخله على التب وداخله على الاي وداخله على اللاكري مرساك عامله حاجه اسمها لاكري سكليروما ونازله على اللاريس عامله رينجو سكليروما. العيان ده عيان مشهور قوي على طول قاعد تحت بيشحت العياده الخارجيه عم محمد ده. ده عامل تراكيوستومي. ليه عامل تراكيوستومي؟ كان عنده لارينجو سكليروما. تيجي في اللارنس تعمل دي في اللارنس. عامل تراكيوستومي. ده اكيد هتشوفوه مره يعني. دايما بيلبس نفس اللبس الابيض ده وتلاقيه قاعد وانت داخل طالع على العياده كده بتلاقيه يعني بيسترزق. فالسكليروما ممكن تقلب بنكت. يعني ممكن تبقى فيري سيفير لو الميونيتي بتاعته قليله. دي طبعا العينه اللي شفناها قبل كده، دي عينه بقى دي الظريفه اللطيفه يعني. فاللي عايزين نقوله ايه؟ ان الكومبليكيشن بتاعتها السكليروما تقدر تدخل على التب، على الكولوميلا، على الابر ليب، على اللاكريمال ساك، على الفارنكس تعمل فارنجو سكليروما، على اللارنكس تعمل لارنجو سكليروما. تمام؟ ماشي. لما تروحوا بقى في البيتزا الشطار انا عامل التي بي السيت اللي التي بي عاملهم جدولين كده حبيتكم تقروهم، يعني تقروهم تفهم هو الفكره خلاص. هم ديورز والسر وفيبروس وخلاص. المره الجايه بقى الموضوع المهم قوي قوي قوي، الموضوعين المهمين المره الجايه السبتم والالرجي ان شاء الله والبولبس، ونشوف حالات بقى نكون كام بما احنا كبرنا بقى وخلاص نقدر نشوف حالات. نشوفكم السبت الجاي 9 ان شاء الله.